حلقة جديدة في حوار اليوم، فأهلا بكم. وسط توترات واضطرابات تموج بها المنطقة العربية بأكملها، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمة الجماعات الإرهابية العالمية، وذلك بسبب هجماتهم المتكررة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر. تنفذ جماعة الحوثي منذ 19 من نوفمبر الماضي هجمات ضد سفن شحن في البحر الأحمر تمتلكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، وذلك ردا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد صنفت الحوثيين منظمة إرهابية، إلا أن إدارة بايدن قررت في بداية عهدها حذف الجماعة من القائمة بسبب مخاوف من أضرار إدراجها بآفاق محادثات السلام وإلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد اليمني في بلد يواجه شبح المجاعة منذ سنوات. ومع تزايد المخاوف بشأن تأثير التصنيف على الشعب اليمني، يبحث مؤيدو الخطوة تشكيل آليات لاستثناء المساعدات الغذائية والإنسانية من العقوبات وتمكين دخولها لليمن الذي يستورد حوالي 90% من غذائه من الخارج. حول هذا الموضوع تدور حلقتنا مع ضيفي الأستاذ الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة بني سويف. أهلا بك دكتور. أهلا يا فندم. أستاذ حضرتك والسادة المشاهدين، نخرج معا نتابع هذا التقرير ثم نبدأ الحوار. الحوثيون على قائمة الجماعات الإرهابية مرة أخرى، هذا ما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا ردا على هجمات مسلح الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. الخطوة الأمريكية التي تهدف بها إدارة بايدن إلى إضعاف القدرات العسكرية للجماعة الموالية لإيران وإنهاء تهديداتها المستمرة للملاحة البحرية في البحر الأحمر وحركة التجارة العالمية، جاءت بعد أيام من تنفيذ القوات الأمريكية والبريطانية غارات جوية على مواقع للجماعة في اليمن استهداف الصواريخ الباليستية المضادة للسفن بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. واشنطن أعلنت أن التصنيف سيسري خلال 30 يوما من أجل تقليل آثار هذا القرار على الشعب اليمني، وأكدت أنها ستدرس رفع هذا التصنيف في حال أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر. في المقابل أكد المتحدث باسم الحوثيين أن التصنيف الأمريكي لن يثنيهم عن دعمهم لفلسطين، وأن العمليات ستستمر لمنع السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب. كما وصف الحوثيون التصنيف الأمريكي بأنه تضليل ومحاولة فاشلة لتشويه سمعتهم وسمعة الشعب اليمني، مشددين على أن واشنطن هي من تقف وراء معاناة اليمن، وهددوا بتوسيع نطاق هجماتهم لتشمل السفن الأمريكية ردا على الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية التي استهدفت مواقعها في اليمن. أهلا بكم من جديد. أعود لضيفي دكتور نجاح. يعني دكتور نجاح الرئيس، كيف تقرأ دخول جماعة الحوثي على الخط فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة، قبل أن نتحدث عن التصنيف كمنظمة إرهابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، يعني جماعة الحوثي هي جماعة انقلبت على الحكم في اليمن عام 2014 واستولت على السلطة في شمال اليمن، ويعني دعت أو يعني عملت أو تعمل منذ ذلك الحين إلى تقسيم أو تكريس الأمر الواقع في شمال اليمن، وبعد الإسلاء على العاصمة صنعاء، ويعني مع الأمر الواقع واستدامة هذا الأمر يعني تأمل أن يعني يعترف المجتمع الدولي بالوضع الراهن وبتقسيم اليمن بسلطة شرعية حوثية في الشمال وسلطة جنوبية يمنية في الجنوب، يعني أو العودة إلى التاريخ ما قبل 94 بتقسيم اليمن شمال وجنوب، وعلى أن يكون الشمال هو شمال حوثي والجنوب هو جنوب يمني. هذا ما تعمل عليه جماعة الحوثيين منذ ذلك الحين. الأزمة الحالية، يعني تداعيات الأزمة الحالية أو تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على أهلنا في فلسطين، كان من تلك الدعايات اللي هي حصل في الحوثيين الذين قالوا، يعني فيما قالوه، أن ما يحدث في من ضرب واستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وبحر وخليج عدن هو لاستهداف السفن الإسرائيلية أو المملوكة للإسرائيليين منعا من وصولها للموانئ الإسرائيلية،
تخفيفا على الوضع في قطاع غزة و يعني انتقاما من إسرائيل، ولكن يعني من الأسف الشديد هذه تداعيات خطيرة جدا جدا للوضع في غزة، تداعيات نقول إقليمية. ما يخشى منه العالم أو ما نخشى منه جميعا هو تلك الامتدادات البطيئة لذلك الصراع الدموي الذي تقوم به إسرائيل ضد أهلنا في قطاع غزة. الحوثيين استغلوا، هي استغلال لأمر واقع، ما يحدث ما تقوم به الحوثيين لا يؤثر على اسرائيل بالبتة. يعني ما يقوم به الحوثيون يقول انه يؤثر على البضائع التي ترد الى اسرائيل عبر مضيق عبر ميناء ايلات. ما يصل من بضائع او من تجاره بحريه لاسرائيل عبر ميناء ايلات وبالتالي البحر الاحمر هو لا يتعدى 4% من التجاره البحريه الاسرائيليه بصفه عامه. يعني غير مؤثر، هو عمليه غير مؤثره حتى بالمرة، حتى لو استهدف السفن الاجنبيه اللي بتؤيد اسرائيل، حتى لو استهدف جميع السفن التي تأخذ طريق عبورها لميناء إيلات الإسرائيلي، هي 4% من التجارة البحرية فقط. نلاحظ نقول التجارة البحرية، هناك تجارة برية وتجارة جوية وما إلى ذلك. إذن الوضع ليس مؤثرا على إسرائيل، ولكن هو الوضع هو نقول إثبات وجود الجماعة الحوثية، إثبات أن الحوثيون يريدون أن يقولوا أننا موجودون وأننا ضمن المعادلة الإقليمية، يجب أن نكون ضمن المعادلة الإقليمية لتسوية الصراع في المنطقة. حتى لو استهدف الحوثيون السفن البريطانية والأمريكية المؤيدة بالطبع لإسرائيل؟ هم الآن لا يستهدفون السفن الأمريكية ولا البريطانية، هم يستهدفون سفن تحمل أو ترفع على أعلام دول أخرى. أعلام دول أخرى ويقول أنها مملوكة لكيانات إسرائيلية أو لأشخاص إسرائيليين، ولكن لم يتطور الأمر بعد إلى استهداف سفن أمريكية تحمل عمل أمريكي أو ترفع علم أمريكي أو طلع استهدفوا سفينة يعني أمريكية. من المستبعد، أنا أقول من المستبعد استهداف مباشر لسفن أمريكية بعينها أو بريطانية، لأنها يكون هنا الرد مباشر أمريكي. إذا كانت أمريكا ردت وأمريكا وبريطانيا ردت ببعض الضربات الصاروخية في 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 شمال اليمن او في مناطق الخضاع للحوثيين، فهي رد من قبيل ان دول اقليميه لابد من استتباب الامن في ذلك الشريان المهم جدا جدا للتجاره البحريه العالميه، وامريكا ردت كقوه عظمى ولابد من هناك ايجاد تفاهمات مع الحوثيين. ارى انه لابد من ايجاد تفاهمات بدلا من الضرب، الضربات الصاروخيه ستوسع دائره الصراع، والبديل المناسب والانسب واعتقد او الاقرب للواقع هو ايجاد تفاهمات مع الحوثيين او مع ايران بالاحرى. هي حاولت الولايات المتحده مع ايران لتهدئه تلك لكن ايران يعني نفضت يديها من هذا الموضوع وقالت لا ناقه لنا به ولا جمل. يعني ايران كالعاده دائما، ايران زرعت، ايران عملت على منذ سنين طويله، هي عملت على نقول خلق ازرع تابعه لها في بعض في المنطقه العربيه او في منطقه الشرق الاوسط او منطقة الخليج بصفة عامة. في قلنا معروف في حزب الله في إيران، معروف دلوقتي مؤخرا الحشد الشعبي في العراق في سوريا، وطبعا الحوثيين في اليمن. هنا إيران تتعامل مع العالم الخليجي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تلك الأزرع، بمعنى أن إيران حينما تريد أن ترسل رسالة للأمريكان أو للعالم الخليجي ترسلها عن طريق هؤلاء الوكلاء الحوثيون أو الحزب الله أو إذن تبتعد إيران عن الاستهداف المباشر للأرض الإيرانية. إيران تحارب أو تتدخل إقليميا من خلال الوكلاء بدلا من أن يعني يستهدف الداخل الإيراني مباشرة. وما حدث اليوم من ضرب إسرائيل لأحد الأحياء السورية لاجتماع للحرس الثوري الإيراني في سوريا هو خير دليل على ذلك. إسرائيل تضرب إيران في أرض سوريا، إذن إيران تبعد كل تلك التهديدات خارج الأراضي الإيرانية وتبقيها محصورة في المنطقة العربية أو منطقة الخليج العربي. أنا فعلا كنت هطرح الموضوع ده لحضرتك، حدث دمشق وحي المزة في دمشق واستهداف، هل له تداعيات على هذا المسار يا دكتور؟ هو التداعيات ولا الحدث هذا ليس الأول من نوعه. يعني الحدث ولكنهم يعني يقولون في وسائل إعلامهم أن في إيران أن هذا الحدث أكبر من أي حدث مضى.
هكذا يقال من حيث استهداف رجل مخابرات إيراني قوي. هكذا يقال كل مرة، ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل يدها طويلة، والواضح أنها لها طولة في سوريا، في العراق، في المنطقة بصفة عامة. يعني ليست المرة الأولى تضرب فيها أهداف إيرانية. إسرائيل لم تضرب أهداف سورية في سوريا، إسرائيل تضرب دائما في الغالب العام أهداف إيرانية أو أشخاص إيرانيين في داخل سوريا أو الداخل العراقي. إذن المستهدف ليس سوريا ولا العراق، المستهدف هو إيران. وإيران كالعادة تقول أنها سترد في الوقت والزمان المناسبين. نفس الشيء سألت سوريا، نفس الشيء سألت العراق، أنها سترد في الوقت المناسب. ماذا سيحدث؟ أن أعتقد أنه لن يحدث الكثير، لن يغير هذا ما حدث اليوم الكثير من المعادلة الإقليمية، من المعادلة الصراع إيران والدول الغربية بصفة عامة، أمريكا وإسرائيل بصفة خاصة، لأنه ليس الأول ولن يكون الأخير في إطار الاستهدافات المتبادلة ما بين الطرفين الإسرائيلي وأمريكي والإيراني. نعم، نعود إلى تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وهذا ما كان مطروحا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو بالفعل وضع الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية، ولكن عندما تولت إدارة بايدن قامت بحذفها من هذه القائمة حفاظا كما قالت يعني على السلام، محادثات السلام والأمن لليمنيين، خصوصا الأمن الغذائي، وأن اليمن يستورد 90% من غذائه من الخارج. ما حدث من تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لجماعة الحوثيين كجماعة وليست منظمة، في فرق بين الاثنين، كجماعة إرهابية، هو يعني رد فعل لما تقوم به جماعة الحوثيين من تهديد للملاحة البحرية في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب. التصنيف الأمريكي يعني نقول جاء متأخرا، أو جاء نقول يعني جاء مترددا صحيح حضرتك، مترددا، لأن هذه الإدارة هي التي رفعت الحوثيين من الجماعة كجماعة إرهابية. هي جماعة أول قرار، على أنول على في مفاجأة غريبة استقبلها العالم كله، أول قرار يأخذه الرئيس بايدن بعد تولي الرئاسة، بعد تولي الرئاسة للولايات المتحدة الأمريكية في يناير 21 لقينا بايدن يرفع أول قرار رفع جماعة الحوثيين من كجماعة إرهابية. لماذا؟ يعني كما قال حضرتك ذكرت دلوقتي مبرراته، إن الحفاظ على اتفاق الهدنة الذي تم في ذلك الوقت، واليمن كيف تمثل، ما تمثل اليمن بالنسبة لبايدن، ماذا تمثل الحوثيون بالنسبة لبايدن، دلالات رفع الجماعة الحوثيين من جماعة إرهابية بالنسبة لبايدن. هذا كان يعني مسار جدل كبير في ذلك في تلك الأوقات، لأن الجماعة لا تمثل، هي جماعة منشقة، هي جماعة تعمل على شق دولة، تقسيم دولة عربية عضو في الأمم المتحدة. وكيف يرفع تلك الجماعة المنشقة على النظام الشرعي المعترف به دوليا من كجماعة إرهابية، كانت هناك علامات استفهام كبيرة جدا جدا، إلى أن جاءت نفس الإدارة ونقول وتصنف الجماعة جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية لتهديدها للأمن الدولي، لتهديدها للمصالح الأمريكية، حينما تهددت المصالح الأمريكية في المنطقة أن تحركت الإدارة الأمريكية بوضع تلك الجماعة كجماعة إرهابية دولية. ووضعها كجماعة إرهابية هو أقل حدة، لأنه أقل، لأنه يعني كجماعة إرهابية هي ليست من منظور منظمة إرهابية. جماعة إرهابية بمعنى نقول تجميد أصول مالية للأفراد والكيانات، ومنع السفر او حظر السفر لدول منع السفر منع السفر بتاتي كمنظمه، لما السفر كمنظمه، لكن كجماعه يسمح لهم بالسفر. تجميد الاصول لأفراد، وليس مطارده افرادها لافراد معينه، وليس مطارده الافراد، او تجميد اصول لافراد معينين بعيدهم، تجميد كجماعه القيادات لو ليه فلوس في اي منطقه، تجميد اصول الافراد نفسها، اصول الماليه، ومنع التحرك، ومنع التحرك، انا بتكلم على دي، ومنع السفر كفرد، تجميد اصول ومنع التحرك، وضعهم على قوائم السفر وقواعد الانتظار بالنسبه لامريكا. ده بالنسبه، طب المردود بتاعه او الرد بتاعه في جزئيه بنخش كمنظمه ارهابيه، المردود ان يعني حتى الحوثيين قالوا احنا ما عندناش فلوس اصلا، احنا دوله محاصره بقى لها 9 سنين، ما عندناش كافراد، ليسنا من ذوي نقول المصادر الضخمه، احنا دوله محاصره، دوله عندها ضعيفه اقتصاديا، ليس لنا اصول في الخارج، كان نقول دوله لها اصول في الخارج هتجمد. الحوثيون كجماعه ليست لها اصول خارجيه خارج اليمن،
عشان تجمد، عشان تدخل ضمن إطار كجماعة إرهابية تجميد أصول. هي الجماعة ليست لها أصول كي تجمد في الخارج، إذن هي ما هي يعني أقول يعني أعتبرها بوجهة نظري هي خطوة رمزية أن هناك تحرك أمريكي دولي ضد تلك الجماعة، أنها ستصنف اليوم جماعة غدا كمنظمة، من المنع الكامل بقى لأنشطة المنظمة ومنع أي تصرف مالي، وحتى يمنع من استخدام نظام السويفت الدولي ونظام التعاملات المالية في تبادل الأموال، والمنع الانحصار الكامل لأي تبادل تجاري أو تعاملات خارجية. ثم وضعها طبعا الوضع كأمريكي سيؤخذ من أمريكا، أعتقد ستتبع أمريكا الاتحاد الأوروبي ستتبعها أعتقد دول أخرى. هنا ستحاصر جمال حسين محاصرة كبيرة عالميا بعد التصنيف الأمريكي، سيأخذ الاتحاد الأوروبي سيدخل على الخط، ممكن الدول العربية تدخل على الخط، الدول الآسيوية وإلى ذلك. هنا سيمتد نقول نطاق الحصار أو التصنيف الإرهابي للحسين كمنظمة إرهابية، وهنا أعتقد هيكون تأثير كبير على تلك الجماعة، ولكن هو تأثير إقليمي أو تأثير في النشاط الخارجي. في حين لو إحنا الأمر الواقع الحسين لا سلام نشاط خارجي، الحسين نشاطهم في الداخل ومع إيران، يعني نشاط داخلي ومع إيران. ربما المقصود من منقول قطع أي تواصل تجاري وصناعي وتبادل أو تهريب الأسلحة من إيران للحوثيين، ربما المقصود، لأن الحوثيين لا يتعاملون مع أي دولة خارجية إلا إيران وبعض حزب الله وبعض المناطق في نطاق الإقليم نفسه. المقصود هذا، ربما المقصود هذا، لكن الحوثيين ليس لهم تعاملات خارج نطاق اليمن إلا في المنطقة مع إيران بصفة خاصة. تمام. وربما لو حصل تفاهم مع إيران لكان أبدأ من نقول كل تلك الإشكالية الإقليمية التي سندخل يعني ستتوسع نطاقها ولكلها تأثير سلبي على الأمن الإقليمي في المستقبل. تمام، نتوقف قليلا دكتور نجاح، نتابع معا هذا التقرير الآخر حول التوترات في البحر الأحمر ثم نعاود الحوار. يبدو أن الأوضاع في البحر الأحمر وخليج عدن بدأت تأخذ منحى أكبر من مجرد تهديدات عابرة، وذلك بعد دخول جماعة الحوثية على خط الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة. فمنذ 19 من نوفمبر الماضي وميليشيا الحوثي تنفذ هجمات صاروخية بالمسيرات ضد سفن شحن في البحر الأحمر تمتلكها أو تديرها شركات إسرائيلية، لتعلن بعد ذلك توسيع نطاق عملياتها ليشمل أي سفينة متجهة إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسيتها. في ظل تلك الأحداث يكثف المجتمع الدولي تحركاته، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى أن حماية السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يجب أن يكون بحماية دولية، وهو الأمر الذي رفضته إيران، مؤكدة أن البحر الأحمر يعد منطقتها لتقوم بعدها بتحريك سفن حربية إلى البحر الأحمر للتمركز قرب مضيق باب المندب. ومع استمرار حالة التوتر وتزايد هجمات الحوثي تتزايد أيضا المخاطر التي تتعرض لها حركة الملاحة العابرة بالبحر الأحمر بحسب التقارير الدولية، مما يؤثر على الأمن الملاحي العالمي. فقد بدأت بالفعل بعض شركات الشحن تحويل مسار سفنها عن قناة السويس التي تعتبر حلقة الوصل البحرية الأقصر والأسرع بين آسيا وأوروبا لتسلك طرقا بديلة، مما يعني إطالة مدة الرحلة التي تقطعها سفن الشحن، وهو ما يعني بدوره عرقلة سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة النقل البحري. كما أن زيادة التوترات سوف تؤدي إلى ارتفاع كبير في كلفة التأمين على السلع العالمية وتجارة النفط والغاز، الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة الإنتاج الصناعي في العالم، ومن ثم الإضرار بالنمو الاقتصادي العالمي كله. أهلا بكم من جديد دكتور نجاح. بمناسبة هذا التقرير عن التوترات في البحر الأحمر، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه التوترات على الملاحة في قناة السويس؟ بلا شك يعني يجب أن يعني القول بصراحة أن باب المندب يشكل يعني أمن قومي مصري، يعني باب المندب بصفة عامة والبحر الأحمر بصفة خاصة، الباب الأحمر بصفة عامة هو أمن قومي مصري، لأن الملاحة المصرية لا أولا لنا موانئ كثير في البحر الأحمر،
واسهم ان العبور التجاره العالميه تمر من ذلك الشريان المهم جدا جدا، ومنهم الى قناه السويس وثم العالم الاخر في اوروبا والبحر المتوسط. حينما تتاثر الملاحه في باب المندب من خلال التهديد الحوثيين وتهديد طرق التجاره منذ ان تم استهداف السفن التجاريه في ذلك الممر المهم جدا جدا، راينا الكثير من الشركات الكبرى او شركات الملاحه الكبرى يعني تغير طريق مسارها التجاري الملاحي من القباح الاحمر باب المندب الى طريق راس الرجاء الصالح. حتى لو كانت غير مستهدفه هي تغير اتجاهها، هي للامان. هو تغير في بعض الشركات الكبرى تغيير، قال لك للامان، قد يحدث خطا، للامان قد يحدث خطا كذا، خاصه شركات السيارات السفن تحمل قطع غيار سيارات، لان اي استهداف لهذه الشحن سيصبح مكلف جدا، زي فولكس فاجن مثلا الالمانيه منذ ايام اعلنت انها ستغير كل السفن المحمله بقطع غيار سيارات او السيارات نفسها اللي عن طريق راس الرجاء الصالح. الفريق اسامه ربيع اعلن منذ ايام على احدى الفضائيات المصريه ان التجاره او قناه السويس تاثرت من يوم 1 ل 11 يناير الحالي بنسبه 40% من نسبه التجاره الدخول، يعني ده وده اللي اعلن مش ده مصدر رسمي. الفريق اسامه ربيع اللي هو رئيس هيئه قناه السويس اعلن النسبه اللي تاثرت او قناه الدخول تاثرت من يوم 1 ل 11 يناير الحالي بنسبه 40% عن العام السابق. اذا هناك تاثير وتاثير مباشر على قناه السويس. وهل هذا بالتالي او بالتبعيه يؤثر على الاقتصاد العالمي ككل؟ هو مؤثر على الاقتصاد العالمي بدليل هذا التحرك العالمي. يعني اذا لو لم يؤثر هذا نوع التهديد الممر الماحي باب المندب قناه السويس على الملاحه العالميه او التجاره العالميه، ما كانت هذا التدخل والاهتمام العالمي بما يحدث باب المندب ولا لحمايه اسرائيل هذا التدخل؟ ما نقدر نفسره ازاي؟ اعتقد لا، التجاره الدوليه، التجاره الدوليه اولا، ثم مع اسرائيل ليس لها دخل في هذه الجزئيه. اسرائيل وما يحدث هناك باب المندب بعيد عن اسرائيل، يعني ليس بالقرب او من اسرائيل، لا نقول انه حمايه مباشره لاسرائيل، ولكن هناك طائرات اطلقت، مسيرات، هي يعني من قبل الحوثيين، يعني هي من قبيل اننا موجودون، من قبيل اننا نستطيع، يعني لو نقيس المسافه من باب المندب او من اليمن لاسرائيل مسافه كبيره جدا جدا. يسهل كثيرا، يعني نقول استطلاع الطائرات القادمه وضربها في، يعني قبل ان تدخل المجال الجوي لاي دوله بصفه عامه، وهذا ما حدث. اذا يعني هذا وان كان احتمال وارد، ولكنه بعيد المنال، يعني ليس احتمال، ليس اولويه. الاولويه هي حمايه الملاحه او التجاره الدوليه، لان زي ما احنا نقول 12% من التجاره العالميه او يمكن اكثر من كده بكثير بتمر عبر قناه السويس، طبعا عن طريق باب المندب والبحر الاحمر. اذا هذا التحرك الدولي هو طبعا لحمايه التجاره الدوليه، لحمايه نقول استقرار الاسعار، اسعار السلع الدوليه، في وضع العالم كله بيعاني من ارتفاع اسعار، في وضع العالم كله بيعاني من ازمات موجوده بالفعل، ازمه سلاسل الامداد، ازمه الحرب الروسيه، ازمه حرب غزه بطبيعه الحال، ازمات كثيره اقتصاديه موجوده. تاتي هذه الازمه ايضا من تهديد الملاحه في منطقه حيويه جدا جدا، معنى طريق التجاره الدولي خاصه من باب المندب والبحر الاحمر وخليج عدن، وما هذه منطقه حيويه جدا جدا، تتاثر ايضا في ظل هذا التاثير او هذه التاثير السلبي، او هذه نقول هذه الموجه السلبيه من تهديد السلم والامن الدولي. لابد من هناك تحرك دولي، وهذا التحرك جاء في شكل نقول تحالف اقامته امريكا مع بعض الدول الاوروبيه، وايضا الاتحاد الاوروبي اعلن انه سيرسل ينشئ قوه بحريه في تلك المنطقه لحمايه مصالحه، اول حاجه لحمايه مصالحه التجاريه وسفنه التجاريه في تلك المنطقه، وصولا طبعا لتامين مصادر التجاريه، تامين مصادر الملاحه عنده، وتامين واستقرار اسعار السلع اللي هتروح او تذهب للاتحاد الاوروبي. طيب عايز اعود دكتور نجاح للمسميات. حضرتك صنفت لي او فرقت لي ما بين منظمه وجماعه ارهابيه. خلينا نفرق بين تصنيف الحوثيين كمنظمه ارهابيه او جماعه ارهابيه عالميه،
وجماعة إرهابية أجنبية، هل هناك فرق في المسميات؟ هو الفرق في التشديد، يعني نقول مثلا جماعة إرهابية هي جماعة إرهابية تصنيف أقل حدة، هي إرهاب. جماعة هي عالمية تقصد؟ جماعة هي إرهابية عالمية أو إقليمية، هي جماعة أو أجنبية. هي جماعة منظمة المقصود هنا. الجماعة هي كجماعة بتحكم أو جماعة موجودة، هم إرهابيين، هنا المقصود فيها الأفراد. المقصود هنا الأفراد كأفراد نفسهم. أما مثلا المنظمة إن كل الحوثيين إرهابيين. يعني مش كأفراد، مش القائد والنائب القائد، لا، كل الجماعة، كل من ينتمي لتلك الجماعة هو جماعة، هو بيعتبرها كمنظمة، يعتبرها كمنظمة إرهابية مش كجماعة بتحكم. هي المنظمة كل من ينتمي لهم هم جماعة إرهابية. هنا بيخش نطاق الحظر أو نطاق التعامل كمعهم كمنظمة نطاق أوسع وأشمل. الجماعة هي نطاق أضيق شوية، نطاق أقل حدة وأقل خطرا وأقل، نقول هو مرن شوي، في مرن، في تسامح، في تسامح في التعامل. أما كمنظمة ليس هناك تسامح في التعامل، هناك صرامة في التعامل كمنظمة إرهابية، خصوصا مع كل من يتعلق بتلك المنظمة، مع تجميد كل الأصول، ترقب المنع من السفر، ترقب قائم الوصول، وتجميد أصول إن كان هناك في الخارج، تجميد أصول. ثم طبعا والأخطر اللي هي نقول كمنظمة إرهابية، سيتبع ذلك اعتراف العالم كله أو اعتراف الكيانات الدولية، الدول الكبرى أو الدول العالم بصفة عامة بتلك المنظمة كجماعة إرهابية. ولما لا يصدر قرار مجلس الأمن الدولي باعتبار الحوثيين كمنظمة إرهابية، كان يصدر هنا قرار دولي. قد نصل إلى هذا النطاق باعتبارها قرار دولي، باعتبارها كمنظمة إرهابية، ولكن هذا يعني بوجهة نظري يعني بعيد شوية لوجود طبعا أعتقد فيتو روسي في الطريق. فيتو روسي لعدم قناعة أن الحوثيين إرهابيين، لا، الفيتو روسي لأن لازم يطرح على مجلس الأمن، لأن الأمريكان أي قرار دولي لازم يطرح على مجلس الأمن، ليس يعني إدراج الأمريكيين لها هو بالكافية. لا هو ده إدراج، ده اسمه ده وزارة الخارجية الأمريكية. هذا على تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية وليس تصنيف دولي. التصنيف الدولي يأتي من قرار تابع أو صادر عن مجلس الأمن الدولي، قرار صادر بإجماع الآراء أو بنقول بأغلبية الأصوات. وإذا أخذ فيتو روسي يتوقف أو يتوقف هذا التصنيف، أي فيتو بصفة عامة، أي فيتو من دول خمسة الأعضاء، أي قرار القرار مجلس الأمن الدولي يصدر القرار بأغلبية 9 أعضاء، هي تلتين الأعضاء. المجلس الأمن الدولي أعضاءه 15 عضو، الأغلبية فيه تلتين 9 أعضاء، من 9 أعضاء لازم يوافقوا الخمسة الكبار هم الخمسة الأئمة العضوية. نعم. لو الثمانية وافقوا في دولة ما وافقتش بس الدولة دي عضو دائم، ما ينفعش أيا كان بقى. طيب. بس الدولة لو امتنعت على التصويت تمشي، يعني هنا الفيتو يمنع، أما امتنع التصويت يسري القرار. شايف انه تهديد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر ممكن يؤثر على الاتفاق اليمني او يؤثر على وقف اطلاق النار اللي تم التوصل اليه بين الجانبين اليمنيين؟ مش الاتفاق الذي تم في اليمن، اتفاق الهدنة، مش المصالحة، اتفاق الهدنة اللي تم في اليمن هو اتفاق ما يعني كان له ظروفه الخاصة في وضع معين في سياق إقليمي بصفة عامة، في سياق إقليمي اللي هو في سياق التقارب الإيراني السعودي، الوساطة الصينية، وفي تقارب حوثي سعودي، ما هو التقارب الحوثي السعودي بعد التقارب الإيراني السعودي، والتقارب السعودي، الرؤية السعودية جت من بصفة عامة، من هقول كلمة يعني إيه، من الإرهاق السعودي بما يحدث في اليمن. السعودية أرهقت بما حدث أو يحدث في اليمن، خاصة مع نقول نية ولي العهد السعودي في استثمار دور الدولة الإقليمي في بناء الدولة السعودية. هنا التحول أو فائض القوة السعودية يريد أن تكون هي للتنمية داخل السعودية، التنمية وازدهار الشعب السعودي، وجعل الاقتصاد السعودية من الاقتصادات الرائدة في المنطقة. هنا عايز يحول تحول القوة من مواجهة عسكرية مع الحوثيين في اليمن إلى تحول في بناء القوة السعودية داخل السعودية، خاصة مع رؤية السعودية 2030. هنا دي نظرة السعودية، هنا النظرة على استخراج خروج السعودية من اليمن. هذا الخروج أتى مع أو في إطار العام هو اتفاق الهدنة أو اتفاق السلام أو اتفاق التهدئة الذي حدث في اليمن. هذه رؤية سعودية، ما هي ولكن ما هي الرؤية اليمنية، الرؤية الحوثية؟ أنا أرى إن الأزمة اليمنية هي أعقد بكثير مما يحدث أو من مجرد اتفاق هدنة.
يعني هو وجهة نظر خاصة، هي معقدة. ليه معقدة؟ لأن الحوثيون ينظرون إلى الوضع في اليمن من نظرة أخرى خالص، يعني نحن نرى كدولة لا، الحوثيون ينظرون إلى الوضع كأنهم هو أولا هي الفئة الأقوى في اليمن، في اليمن الآن هي الفئة التي تملك السلاح، الفئة التي تسيطر وتدير الأمور خاصة في الشمال في العاصمة صنعاء، يرون أنهم يعني يستطيعون استنساخ التجربة الإيرانية، يعني يريدون استنساخ تجربة إيران في اليمن، بمعنى أن يكون هناك ولاية فقيه حكم ديني بصفة عامة، يعني بالمعنى العلوم السياسية حكم ديني، استنساخ ولاية فقيه والحق الإلهي، يعني في زي آية الله والآية الله بيحكم فرنسا ثم هناك دولة دينية في اليمن. يرون أنهم قادرين بإدارة شؤون اليمن، وإن لم يستطيعوا فالتقسيم، يعني هنا النظرة بتاعتهم هنا رايحين الهدنة شايفينها إنها ستحد من التدخل الإقليمي في اليمن، بمعنى أن الأزمة ستكون أو حلولها أو مفاوضين حلول أو أفراد محليين مش أفراد دوليين أو إقليميين. الهدنة هنا مع السعودية مع إيران، إذن هناك أفراد ليسوا بالضرورة يتدخلوا في الداخل اليمني بصفة خاصة أو بصفة عامة. يرى بتكلم عن وجهة نظر الحوثيين هنا، يرون لو إن لم توجد إذا نقول تفاهمات داخلية فالأولى أو سيعملون على أنه إطارة أمد الوضع الراهن والوصول في النهاية إلى مرحلة تقسيم السلطة في اليمن أو إعادة سيناريو ما قبل الحرب، زي ما قلت في الأول ما قبل الحرب يمن جنوب يمن شمالي، هم يسيطرون على الشمال والحكومة الحالية يسيطر على الجنوب، عدن عاصمة الجنوب وصنعاء عاصمة الشمال، يريدون تكريس الوضع الراهن بمعنى إدارة الهدنة وليس حل. هنا إدارة صراع، إدارة أو توجيه هدنة طويلة يعني. وتوجيه صالحهم وليس نقول إنهاء صراع ولا هو إنهاء تصعيد. هم ينظرون إلى الهدنة على أنها إنهاء، ليست يعني أقول مصطلح، ليس إنهاء صراع ولكنه إنهاء تصعيد عسكري، يعني تخفيض التصعيد العسكري السعودي الحوثي في اليمن. هنا هذا ما ينظر إليه الحوثيون، ويرون على المدى البعيد سيناريو إن لم يستطيعوا السيطرة الكاملة بالقوة المسلحة على اليمن ككل، هنا فالحد الأدنى بالنسبة لهم هو تقسيم اليمن، السيطرة على الشمال ثم ترك الجنوب للجنوبيين. من هنا يبرز دور دولة نعتبرها من الدول العظمى أيضا وهي الصين، والتي برز دورها مؤخرا بمنح اليمن 100 مليون يوان لدعم مشاريع تنموية في اليمن. شايف ازاي تدخل الصين في هذه المرحلة دكتور نجاح؟ الصين دولة من الدول العظمى، يعني عايز اقول عظمى مجازيا يعني العظمى، ولكن الصين دولة يعني تلعب دورا مهما جدا في المنطقة الآن. الصين اولا اصبحت يعني ثاني اكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكية. الصين اصبحت الآن او في الطور بناء الصين يعني برضه بالحديث لازم اقول ثاني اكبر ميزانيه عسكريه بعد ميزانيه الولايات المتحده الامريكيه. الصين لاول مره بدات في انشاء قواعد عسكريه خارج الاراضي الصينيه مؤخرا في اخر 10 سنين. الصين بدات نقول بناء اسطول بحري كبير جدا جدا في اسطول عسكري صيني، صناعه صينيه في الصين. الصين تدخل في نقول في صراع مع العالم كله من اجل خاصه الولايات الامريكيه من اجل تايوان، مشكله تايوان واصرارها على ان تايوان هي مشكله داخليه. اذا الصين هنا تنظر بدات تخرج من عباءه الاقتصاد الصيني وانها قوه مهيمنه اقتصاديا الى اصبحت ان تريد ان ترى ذلك التقدم والوفره الاقتصاديه في دور سياسي عالمي. هنا الدور السياسي بدا ببناء قاعده عسكريه في جيبوتي. هنا الصين لاول مره تعمل قاعده عسكريه، ده خارج لاول مره في التاريخ تعمل قاعده عسكريه في جيبوتي. الصين بدا بمناورات عسكريه قبالة سواحل، تعمل قاعده عسكريه في افريقيا بشكل عام ولا لا في افريقيا بشكل عام ولا قاعده عسكريه في الخارج، قاعده عسكريه خارج الصين، خارج الصين، خارج الصين، خارج الصين. لا خارج الصين، لا الصين ده طبيعة ده ارضها. بقول خارج الصين، انا بقول خارج الصين ولكن في دوله في افريقيا، في افريقيا وفي نفس المنطقه البحر الاحمر، يعني مداخل البحر الاحمر وبالمندب، هي منطقه تجاريه، منطقه
القسم ليست هي منطقة تهم طريق الحرير والطريق الصيني، يعني تهم طريق التجارة الصيني. هنا برضو اختيار المكان ليس بالصدفة، واختيار ذكي واختيار يخدم المصلحة الوطنية الصينية. من هنا جه شوف طبعا، والصين إلى بلا شك هي الصين تسيطر على 80% من موانئ أفريقيا، يعني الصين تسيطر اقتصاديا، مش سيطرة عسكرية، هي سيطرة اقتصادية على 80% من موانئ أفريقيا، وهذا ما يقلق جدا الولايات المتحدة الأمريكية من السيطرة الصينية على إدارة الموانئ الأفريقية. معنى هنا إدارة التجارة في أفريقيا، وهنا شفنا الصين كان يعني بتحاول تستحوذ على بعض الموانئ أو ميناء في اليونان، وحصل أزمة كبيرة في أوروبا كيف الصين تدير ميناء في اليونان، وهي الصين الدولة يعني المنافسة للقوة الأوروبية والقوة الأمريكية. إذن الصين هنا ده بس ده يعني بانوراما عالمي كده، بانوراما للصين. إذن الصين بتساعد اليمن، بتساعد الدول المنطقة. قبل اليمن هي الصين هي التي تدخلت وتوسطت، وده شيء برضو كان يعني بادرة لها دلالتها الكبيرة جدا جدا، التوسط الصيني ما بين السعودية وإيران. هنا التدخل ما فشت فيه أمريكا أو ما لا ترغب، مش لا فشت، ما لا ترغب، ما لم ترغب به أمريكا، رغبت به الصين ونجحت فيه، وجمعت النول الغريمين الإيراني والسعودي في طهران، ويعني انتهى الأمر باتفاق سلام او اتفاق تهدئه او تبادل السفراء، تبادل دول السفراء ما بين السعوديه وايران. نعم. اذا الصين تواجدت في هذه المنطقه بقوه. طيب. من خلال دور سياسي مهم جدا. المساعده الصينيه لليمن بصفه عامه تدخل في ضمن هذا الاطار، انها دوله وجدت في المنطقه. اذا المساعده الصينيه 100 يوان صيني يعني ليس الشيء الكبير، ليس الشيء الكبير ان هو ان احنا بنتكلم فيه. طيب. الصين دخلت بقوه، لكن هي من خلال تواجد الصين، من خلال تسهيل الاجراءات والوجود الصيني في اليمن، لان الصين يعني لم تتواجد اقتصاديا في اليمن بصوره كبيره، ولكن هي يمكن مدخل صيني. طيب. لاداره او للتوسط في المستقبل بين الاطراف المتصارعه. دكتور نجاح، اخيرا يعني كيف تقرا مستقبل منطقه او الصراع في البحر الاحمر في اطار او في مع استمرار الحرب الاسرائيليه على غزه؟ الحرب الإسرائيلية على غزة هي للأسف الشديد هي حرب يعني ممتدة، حرب أثرها كارثية. الأثار الكارثية على حرب إسرائيل على غزة، أولا لازم نقول هي حرب، هي حرب، هي مجازر مش حرب، هي مجازر إسرائيلية في قطاع غزة. يعني بنتكلم النهارده اليوم 106. كيف تلقي بظلالها على التوترات في البحر الاحمر؟ هي القاء بظلال، يعني هقول ايه، الكل يتشبث بالصراع العربي الاسرائيلي، الكل يتشبث انه مناصر القضيه الفلسطينيه، الكل ياخذ القضيه الفلسطينيه نقول كذراع او كبادره او كسبب من انه يقاوم قوه الاحتلال. الكل، يبقى الحوثيون يعني حينما تدخلوا في البحر الاحمر، تدخلوا في تهديد الملاحه او تهددوا الملاحه، قالوا اننا نناصر حركه حماس في قطاع غزه. حزب الله حينما تدخل قال انه يناصر حركه حماس في قطاع غزه. اي جماعه حتى نقول الحركات الارهابيه التي نقول داعش والقاعده، وكل ان يقول يدعي انه يناصر القضيه الفلسطينيه. هل تتوقع امتداد الصراع وتوسعه في منطقه البحر الاحمر واستمرار الهجمات الامريكيه البريطانيه؟ انا اعتقد اننا مقدمون على التهدئه بعد نقول بعد انشاء قوه انه تحالف اقليمي بحري او تحالف عالمي بحري بخط امريكا، ووصول برضو انه بادره او وصول تواجد عسكري اوروبي في البحر الاحمر في باب المندب، اعتقد مقبلون على التهدئه، لاننا يعني الحوثيون ليس من مصلحتهم التصعيد. نعم. لانه مصلحتهم الحفاظ على الامر الواقع، والاوروبيون من مصلحتهم ايضا الحفاظ على طرق التجاره العالميه، حفاظا على تثبيت اسعار ويعني والوصول والحفاظ على الامن والسلم الدولي. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور نجاح الرئيس، استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه بجامعه بني سويف، شرفتنا يا دكتور. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا على المتابعه، وغدا باذن الله لقاء جديد وحوار جديد في حوارات اليوم، فالى اللقاء.